جمعية المحافظة على التراث المصري كان ليها السبق في عدة قضايا أثرية، علشان كده كان اهتمامنا النهاردة بأن احنا نعقد هذا المؤتمر الصحفي لبيان وجهة نظر الجمعية في قضية أثرية دير قديس مكاريوس بوادي الريان. وتم إصدار بيان بتوصيات الجمعية، وهي أصلا التوصيات التي وضعتها لجنة الآثار المشكلة من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 28/2/2015. وبجانب هذا البيان هناك أيضا قضية تم رفعها على أربع جهات: وزارة النقل، محافظ الفيوم، شركة المقاولين العرب، علشان نوقف عمل أو شق الطريق اللي هيدمر منطقة أثرية هامة جدا ترجع إلى القرن الرابع. أيضا من اهتمامات الجمعية، ودي هتبقى القضية اللي هتثار بعد ما نخلص موضوع دير وادي الريان، ضرب السباع أو ضرب الأشراف أو مسار البيت. هذه المنطقة بتبتدي من مسجد السيدة نفيسة وتنتهي عند مقام أو مدفن شجرة الدر. هذا المكان يحتوي على عدة أماكن مهمة جدا بتؤرخ للصحابة وللبيت، مثل السيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة رؤية والسيدة عتكة عمة الرسول. أيضا الإمام الشافعي له المدفن بتاعه في نفس المسار. فهذه المنطقة لو أحسن استغلالها واتعمل لها موسم زيارة، ممكن تعمل معانا موسم حج زي موسم الحج بالضبط. ويمكن الدولة تنبهت أخيرا للموضوع دوت واهتمت بأنها تعمل الساحة اللي أمام مسجد السيدة نفيسة. لكن الطريق اللي بيوصل لغاية شجر الدر طريق مهمل تماما، القبة بتاعة مدفن الإمام الشافعي محتاجة ترميم، المياه الجوفية بتأثر عليها. فعشان كده زي ما بقول إنه الجمعية حتكون القضية القادمة ليها هي ضرب السباع. تم تشكيل لجنة، وهذه اللجنة ابتدت توثق النقاط الأثرية في الشارع بأكمله، وحتنزل تعمل مسح اجتماعي للمنطقة عشان تشوف استجابة المنطقة هناك للمشروع ده.